الإمام مسلم عليه رحمة الله في صحيحه من رواية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. هذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور عظيمة. أولا، قال العلماء رحمهم الله تعالى: اللعن من الله تبارك وتعالى هو الطرد والإبعاد من رحمته عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن الله عز وجل لعن هؤلاء الأصناف الأربعة من الناس. أولا قال: لعن الله من ذبح لغير الله. وطبعا أي ذنب يترتب عليه لعن ده من كبائر الذنوب، زي ما قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرح الكبائر للإمام الذهبي. فالذبح لغير الله تبارك وتعالى إذا قصد به التقرب للمذبوح له من دون الله عز وجل فده شرك بالله تبارك وتعالى. والعلماء فصلوا في هذا الأمر زي ما ذكر الشيخ الفوزان حفظه الله في كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد، ذكر أن الذبح لغير الله أنواع. أولا، إذا كان الإنسان ذبح لغير الله عز وجل لكن ليس من باب التقرب للمذبوح له، زي ما الليلة أنت بتطبح للضيف، بتطبح للضيف، ليس تقربا لهذا الضيف إنما إكراما للضيف وتقربا لله تبارك وتعالى بإكرامك لهذا الضيف، فده ما من باب الشرك بالله تبارك وتعالى ولا يدخل في هذا الحديث. لكن إذا ذبح الإنسان لغير الله تعالى تقربا لهذا المذبوح له، حتى لو كان الضيف، لو ذبحت للضيف عديل لكن اتقربت لهذا الضيف بهذه الذبيحة، هذا يدخل في اللعن، بل وهو من الشرك بالله تبارك وتعالى، الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. زي الناس اللي بيضبحوا مثلا للجن، في ناس بيضبحوا للجن تقربا للجن، وده بتلقاه عند السحرة والدجالين والمشعوذين، لأنه شوف الشيطان ده عشان يخدمك ويلبي لك طلباتك انت الا تكفر بالله عز وجل، زي ما ربنا قال: كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها. فمرات الشيطان بيطلب من الساحر انه يذبح له، انه يذبح له. عشان كده مرات لما تلقى ناس بيمشوا للدجالين والسحره، ودي ناس الليله كتار جدا في المجتمع للأسف الشديد. جريدة الدار قبل يومين جايبة واحد فاتح بلاغ في دجال ماكل منه قريب مليار ونص، وتاني في مرة تانية موضوعين، ده واحد راجل، وفي تاني مرة برضو فاتحة بلاغ في دجال برضو ماكل منها مليار وشوية. والسبب قال السبب قال الدجال قال لهم: أنا بزيد لهم، بزيد لكم رزقكم. قال المرأة: بزيد لك رزقك. فالمرأة شغالة تدفع وتدفع وتدفع، دي هاجر التدار اللي فيها نفس الخبر، فيها البلاغ بتاع الرجل والبلاغ بتاع المرأة. كويس يا اخوانا، شوفوا المجتمع ده وصل لياتو حد انه في ناس لسه بيعتقدوا انه غير الله ممكن يزيد الرزق، لأنه ذاته في إشكال ذاته في الناس الفاتحين بلاغ قبل الدجال، في إشكال في الزول الفاتح البلاغ ذاته. أنت كيف
تصدق انه الزول ده بيزيد لك رزقك، بعدين في رزق بيشتروا، انت بتدفع قروش تشتري رزق، والقروش دي ذاتها رزق، تاني كيف تدفع عشان تشتري رزق؟ لكن عشان تعرف انه لما يكون الايمان ضعيف، ولما يكون المجتمع مربى تربيه بتاع التصوف، بيكون ده هو المآل بتاعه، بتلقى شخصيات زي دي بيجيبوها لك في الجرايد. كويس؟ ففي ناس بيضحوا للجن زي السحرة والشياطين، ده الملعونين بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وده شرك أكبر يخرج من الملة. إذن لعن الله من ذبح لغير الله. برضو الجماعة اللي بيشيلوا الضبائح ويمشي يطبحوها عند القباب والأضرحة، واحد يرفع له خروف من الخرطوم شان يمشي يطبحه في الشكينيبة، واحد يرفع له تور من آخر الدنيا ماشي يطبحه في مضوم بان، انت باقي لك سكاكين ما في إلا في الشكينيبة؟ لا، في سكاكين. طيب ما تطبح هنا ساي؟ يقول لك لا لا لا، هناك محل البركة، ماشي بيتقرب بهذه الضبيحة للشيخ اعتقادا منه انه الشيخ ده بيقربه لله تبارك وتعالى، وهذا هو الشرك الاكبر المخرج عن المله. لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه. الشيخ الفوزان حفظه الله قال اما يلعن والدينه مباشره، واللعن طبعا من المخلوق هو بمعنى السب والشتم، يعني انت اذا سبيت والدينك او شتمت الاثنين او واحد منهم انت كده لعنتهم. والوالدين وان علوا، يعني امك وابوك وان شنوه وان علوا، لانه برضو الجد، الجد يسمى والد، كما قال يوسف عليه السلام واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب. واللعن المباشر يكون مثلا بالسب والشتم، ده من كبائر الذنوب، والوالدين حقهم عظيم يا اخوان. ربنا قال ووصينا الانسان بوالديه حسنا، ربنا قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، حقهم عظيم. وسبهم من الكبائر التي تستوجب الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى، والعياذ بالله. والليلة كم من الناس اللي بيسبوا أبهات ويسبوا أمهات، بالذات في الشباب، الواحد يسب دين لأبوه والعياذ بالله، يكفر بالله ويدخل في اللعن، يسب دين لأبوه. ده موجود ولا ما موجود في المجتمع؟ في ناس بيسبوا أمهاته. لعن الله من لعن والدي، ده السب المباشر. في سب ثاني غير مباشر، انه زول يسب والد الرجل فيسب الرجل اباه، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسب الرجل اباه. الصحابه استغربوا، قالوا وهل يسب الرجل اباه؟ شوف الصحابه بيستغربوا من شيء الان عادي عند الناس. الصحابة كان بيستغرب رضوان الله عليهم، كيف ذول يسب أبوه ولا يسب أمه؟ قالوا وهل يسب الرجل أباه يا رسول الله؟ قال نعم، يسب الرجل أبو الرجل أو أبا الرجل فيسب الرجل أباه. يعني أنت بتلم في ذول مثلا، تقوم تسب له أبوه، هو حيقوم يسب منه، حيسب لك أبوك، أنت كده بتكون أنت سبيت أبوك ما ذاك، لأنه أنت اللي بديت بالسب. فده برضه بيدخل في الحديث، عشان كده اخواننا زول يعمل حسابه، ما تمشي تسب ابهات الناس، عشان لو سبوا ابوك او سبوا امك بتكون انت كده السبب في سب اباك وسب امك. والسبب له حكم الفاعل زي ما قالوا العلماء، ودي قاعده معروفه عند العلماء. ثم الامر الثالث، لعن الله من اوى محدثا. اتبعوا أخوان، لعن الله من آوى محدثا. العلماء قالوا الإحداث نوعين، النوع الأول الزول اللي بيكون يفسد في الأرض ويعمل الجرائم، يعني مثلا زول من المفسدين ارتكب مثلا جريمة الزنا مثلا، وحكم عليه القاضي بالجلد أو الرجم على حسب حاله،
والزول ده لسه ما لموا فيه مثلا، تقوم انت تمشي تقويه وتحاول انك تدسه عشان ما يقيموا عليه الحد، او تحاول انك تمشي تشفع له عشان ما يقيموا عليه الحد. هذا كله قال العلماء يدخل في هذا الحديث: لعن الله من اوى محدثا. زول مجرم ما تأويه يا اخي، ما تأويه ولا تحميه اصلا اذا استحق العقوبه. ثم النوع الثاني وهذا الاشد والاعظم، انه المحدث هو المبتدع. المحدث هو المبتدع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زول مبتدع ما تأويه. والإيواء طبعا أنواع، ممكن يكون المبتدع قاعد في الكويت مثلا زي طارق السويدان مثال، قاعد في الكويت هناك وإنت في السودان، لكن بتحبه وتدافع عنه وبتدافع عن بدعته، إنت كده دخلت في الحديث: لعن الله من آوى، من آوى محدثا. مع انك اصلا ما شفته ولا بيعرفك ذاته، السويدان ما بعرفك، لكن انت قاعد هنا في الخرطوم وتدافع عنه او عن العريفي مثلا او عن سلمان العوده، عرفته، او عن القرضاوي او عن غير من اهل البدع او عبد الحي يوسف في هذه البلاد. ما تأويه، لا ترضى بدعته ولا تأويه في شخص ذاته، كويس. أو البرعي، وإن كان البرعي مشكلته أكبر من البدعة ذاتها، فوق للبدعة ده مشكلته في الشرك بالله تبارك وتعالى. فما تأوي النازل أبدا، لا ترضى ببدعة ولا تأويهم في نفسهم هم ذاته. والكلام ده فيه رسالة لأنصار السنة الذين يأوون أهل البدع. يجيب لك دكتور لقطه من وين ما تعرفه، يقول لك ضيف البلاد، يا زول ده مفسد البلاد، ده ما ضيف البلاد، ده مفسد البلاد. جيب لك واحد دكتور يجيبه من وين ما تعرف، اصل البلد دي عبارة عن زبالة، زبالة بتستقبل مثل هؤلاء الناس، عرفتها، امشي القطو يجيبه من الكويت يقول لك ضيف البلاد، وتلقاه اكبر مبتدع وتلقاه زول مجرم. يجيبوا لك يا زول وينزلوا في شقق وفي فنادق، عرفتها، ويصرفوا مصروفات ثقيلة جدا عليهم، ويقول لك المحاضرة الكبرى بالساحة الخضراء والمحاضرة الكبرى بمعرف مسجد الشهيدين وغيره، كل ده بيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى، من آوى محدثا. وهم عارفين انهم مبتدعه بالمناسبه، عارفين انهم كويس، لكن في النهايه عندهم مآرب اخرى وعندهم مصالح دنيويه. يناقض حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ويعارض حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ويخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل مصالح دنيوية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. دي مصيبة والله. المبتدع ما تأويه أبدا. السلف كانوا بيذلوا أهل البدعة. إذا لقيت فرقة وبقت عندك الشوكة، المبتدع ده أنت بتذله. يا ناس، يا عبد الحي ده مثلا لو لميت فيه في وسطب مثلا، أنت واقف وجا وقف جنبك بل براده بتاعه، عنده براده طبعا، جا وقف بالبرادو، انت هنا الشيء المتاح لك هنا في البلد دي كشر له وساي، جر له كده نور طويل، عين حمراء، عينك تقع جوا عينه ما ترمش، خلوه يرمش هو. دي متاحة ولا ما متاحة؟ متاحة لك، كشر له لما ذاته تجي واكوله، يقول الزول ده ماله كشر لي، بس خليه تجي واكوله دي، عرفتها؟ كشر له عين له جوا عينه. غيره من اهل البدع ده كله متاح لك. والا طبعا على البدع التعامل معهم اكثر من كده، لكن ده المتاح لك الان لانك ما عندك السلطه في يدك. والا لو بقت في سلطه هذا شغل ثاني خالص، في شغل بتاع الصبيق، عرفته، وفي شغل بتاع الجحش درهم، برنامج فوق جدا من القتل وما دون القتل، لكن ده ما من حقنا نحن، هذا من حق السلطان. اذا لعن الله من اوى محدثا. السلف كان بيذلوا اهل البدع، حتى روي عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أن رجلا استأذن عليه، ففتح الإمام أحمد الباب فوجده رجل من أهل البدع فرد الباب في وجهه. كف طوالي أسيدي، بتقدر تعملها سخنة مش كده؟ والله تقيلة يا، لا ما تقيلة، بده طوالي، أكفل أكفل كف أكفل في وجهه، عرفته. يونس بن عبيد زي ما ذكر الإمام البربهاري قال: يا بني لئن أراك تخرج من بيت خنثى
الخنثى ده خنثى مشكل ما معروف راجل ولا مرأة. لئن أراك تخرج من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان من أهل البدع. ده من شيوخ البخاري. شغل ده طبعا أنصار السنة بيقروه كنصوص لكن كتطبيق ما بيطبقوه. يقول لك لا هذه النصوص الآن لا تصلح. ما لا ما بتصلح، مدتها منتهية لمدتها ما منتهية، شغالة ليوم القيامة إن شاء الله. لكن أنتوا ما قادرين عليها. أنتوا ما قادرين عليها لأنه عندكم مصالح وعندكم هوى وعندكم حظوظ بتاعت أنفس والعياذ بالله. ديل ذاتهم بيدخلوا في أهل البدعة بالمناسبة، ما تأويهم، صار سنة ما تأويهم. ذاتهم بيدخلوا هنا. لعن الله من آوى محدثا وأخيرا لعن الله من غير منار الأرض. العلماء قالوا منار الأرض يعني العلامات التي تفصل بينك وبين جارك، سواء كان الجار البعيد أو الجار القريب، فما تمش تغير منار الأرض. يعني شارع عام مثلا، شارع عام بتاع كل المسلمين، ما تجي تحفر لك بير في الشارع العام ده. حافر بير دار تستفيد منه انت، ولا تقفل الشارع العام، الناس اللي بيقفلوا الشوارع العام. عشان كده الشيخ ابن عثيمين قال ما اكثر من يتعدى على حقوق الناس في هذه الازمنه. تا واحد تلقى عنده مناسبه يقفل الشارع العام، شارع بتاع زلط، يجيب الصيوان بتاعه يدقه في شارع الزلط، تلقى 100 عربيه ما قادره تمر الا يغيروا الشارع ويتعبوا ييجوا هناك. ده كله يا اخواننا ما بيجوز، بل من كبائر الذنوب، لانه ده فيه تغيير لمنار الارض. فلعن الله من غير منار الارض. وانا اكتفي بهذا القدر واقدم منه الشيخ ابو بكر.